بتوعد المشاهدين احمد بالخط العريض ونكشف كل الاسرار. ما عندي اي مشكله. رح تكشف اسم الصوره الاولى النايب المصونه والصوره الثانيه المرشح اللي ما طلع وعن دائره بيروت. تكشف انت او بكشف انا. مجرد ان يشرب الانخاب او يعري او يفعل يجدف على الاسلام. عم بصير في تقليد للعشاء السري. شو عم بجربوا المسيح كانسان عم بيحاولوا يصوروا انه صوره ثانيه بديله عن الكنيسه هن عم بيخلقوها بالمحفل الماسوني. انا شخصيا ما رضيت انه هالشي يصير بالماسونيه. بعدين طلبوا مني فوت على نيم بقلب تابوت. ما بدهم ينقذوا حدا من الداخلين والمنتسبين، ولكن من جوا بصيروا يبثوا سمومهم شوي وشوي حتى اخر شيء ضيعوا للشخص. شو عملت؟ طلعت من الماسونيه؟ لا ما طلعت من الماسونيه. احمر بالخط العريض مع مالك مكتبي الاربعاء 9:30 المساء على LBC International.